ما هي الكلاميديا؟ تعتبر الكلاميديا من الأمراض المنقولة جنسيا والتي تحدث نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية تعرف بالمتدثرة الحثيرية، اسمها العلمي كلاميديا تراكوماتيس. قد تصيب النساء في عنق الرحم أو المستقيم أو الحلق، وقد تصيب الرجال في الإحليل داخل القضيب الذكري أو المستقيم أو الحلق. ومن الجدير بالذكر أن الكلاميديا تصيب اليافعين غالبا وتنتشر في النساء بشكل أكبر من الرجال، ويصيب الشخص بالكلاميديا يصاب عفوا بالكلاميديا عن طريق ممارسة الجنس مع شخص مصاب بالعدوى، وكذلك يمكن أن ينتقل المرض من الأم إلى جنينها أثناء الولادة. إحصائيات حول الكلاميديا: لقد سجلت الكلاميديا أعلى نسبة بين الأمراض المنقولة جنسيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ عدد الحالات المصابة بالكلاميديا سنويا ما يقارب 3 ملايين حالة. ويجدر الأخذ بعين الاعتبار أن كثير من الحالات المصابة بالكلاميديا لم تسجل بسبب غياب الأعراض في غالب الأحيان، بالإضافة إلى قلة الأشخاص الذين يلتزمون بإجراء الفحوصات المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى تسجيل الإناث اللاتي بعمر من 14 إلى 24 سنة ما نسبته 5% من حالات الإصابة بالكلاميديا. وإن الكلاميديا تظهر بشكل جلي في الرجال الشواذ جنسيا، إذ بلغ عدد الإصابات بعدواها في الشرج ما يقارب 10% وما يقارب 2% من حالات عدوى الكلاميديا في البلعوم في الرجال الشواذ جنسيا. ما هي أعراض الإصابة بالكلاميديا؟ في الحقيقة لا تظهر الأعراض في غالب المصابين بالكلاميديا كما ذكرنا، ولكن قد تظهر الأعراض في بعض الحالات، وغالبا ما تظهر خلال أسبوع حتى 3 أسابيع من لحظة الإصابة بالعدوى. وقد تختلف الأعراض بين الرجال والنساء. أولا، النساء: قد تظهر على النساء بعض الأعراض عند إصابتهن بهذا النوع من العدوى، ومن هذه الأعراض الإفرازات غير الطبيعية للمهبل، وغالبا ما يكون لون الإفرازات أصفر أو أخضر، وقد يرافقها وجود الرائحة. نزف بين الدورة الشهرية والأخرى، ألم البطن، الحمى، ألم أثناء الجماع، والشعور بالحرقة أو الحكة داخل المهبل أو حوله، الشعور بالألم أثناء التبول، وأعراض مرض الالتهاب، وذلك التهاب الحوض عفوا، وذلك عند وصول الكلاميديا إلى قناة فالوب. ومن هذه الأعراض الغثيان وألم الحوض الشديد. أما أعراض الكلاميديا عند الرجال فهي إفرازات شفافة أو صفراء أو خضراء اللون من رأس القضيب الذكري بكميات قليلة، الشعور بالألم أثناء التبول، ألم وانتفاخ حول الخصيتين، الشعور بالحرقة والحكة حول فتحة القضيب الذكري. تشخيص الإصابة بالكلاميديا: يحتاج الطبيب لمعرفة الأعراض التي يشكو منها المصاب لتشخيصه، وفي حال غياب الأعراض فيجدر بالمصاب إخبار الطبيب كل الأمور التي قد تكون سببا في نقل العدوى إليه. وغالبا ما يتم تشخيص الكلاميديا في النساء بأخذ مسحة للإفرازات المنبعثة من الفرج للوصول إلى عنق الرحم، ويمكن للمرأة المصابة أن تقوم بأخذ المسحة للإفرازات بنفسها، وغالبا ما تكون النتائج متماثلة. أما في الرجال فيتم تشخيص الإصابة بالكلاميديا بأخذ مسحة من نهاية القضيب الذكري بغرض أخذ عينة من الإحليل. ومن الجدير بالذكر أن الطبيب قد يلجأ لأخذ مسحة من فتحة الشرج، بالإضافة إلى إمكانية تشخيص الإصابة بالكلاميديا عن طريق فحص البول. مضاعفات الإصابة بالكلاميديا: إن عدم علاج الكلاميديا يترتب عليه مضاعفات خطيرة عند المصاب بغض النظر عن جنسه، فمن الممكن أن تؤدي الكلاميديا إلى إصابة النساء بمرض التهاب الحوض، مما يؤدي إلى تلف قنوات فالوب التي تربط المبايض بالرحم، وتزيد الإصابة بالكلاميديا من احتمالية الحمل خارج الرحم، وقد تؤدي هذه إلى العقم، بالإضافة إلى تسببها بحدوث الولادة المبكرة. وإصابة الجنين بالتهاب رئوي وعدوى في العينين قد تؤدي إلى العمى. أما بالنسبة لمضاعفات الكلاميديا عند الرجال فغالبا ما تشمل حدوث التهاب الإحليل اللاسيلاني والتهاب البربخ. والبربخ هو أنبوب يعمل على نقل الحيوانات المنوية من الخصيتين، بالإضافة إلى قدرة الكلاميديا على التسبب بالتهاب المستقيم. ومن الجدير بالذكر أن المصابين بالكلاميديا بغض النوع عن جنس النظر عن جنسهم ترتفع لديهم احتمالية اكتساب أو نقل فيروس العوز المناعي الفياش المسبب لمرض الإيدز. ما هو علاج الكلاميديا؟ لعلاج الكلاميديا يقوم الطبيب المختص بصرف المضاد الحيوي بالاعتماد على درجة خطورة المرض.
فقد يلجأ لاستعمال المضادات الحيوية التي تعطى عن طريق الفم في الحالات البسيطة، ومن هذه المضادات أزيثروميسين والدوكسيسيكلين. أما في الحالات الشديدة فلا بد من نقل المصاب للمستشفى لتلقي علاجه هناك، حيث يصرف الطبيب المختص المضادات الحيوية عن طريق الوريد، وكذلك بعض الأدوية المسكنة للألم. وعلى الرغم من قدرة المضادات على التخلص من الكلاميديا، إلا أنها غير قادرة على إصلاح أي تلف دائم أحدثته الكلاميديا. ومن الجدير بالذكر أن العلاج لا يعطى للمصاب وحده، وإنما لشريكه الجنسي أيضا، تفاديا لعدوى العدوى من جديد. وتجدر الإشارة إلى أن التخلص من الكلاميديا غالبا ما يلزمه أسبوع إلى أسبوعين من العلاج، وينصح المصاب بتجنب ممارسة الجنس في هذه الأثناء، بالإضافة إلى ضرورة عمل فحص بعد مرور 3 أشهر على العلاج للتأكد من عدم عودة البكتيريا تماما.